السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكتب مجموعة من الأسماء بناء على طلب أحد المتابعين. هنشوف طريقة كتابة الاسم. طبعا قلنا بنكتب الأسماء بقلم ماركر. طبعا القلم الماركر ده بيكون له جهتين، سن رفيع والسن الثاني عريض، بحيث إن نقدر أكتب بيه الخط العربي زي احنا شايفين كده. ده اسم أريج. هنبدأ طبعا بنضيف له شايف بالسن الرفيع ده بقلم آخر لون ثاني يعني، وهبدأ أعمل بعض الزخارف والحركات عشان أملى المساحات تكون تعطي شكل جميل معانا. واللي حابب أكتب له اسمه يكتب لي الاسم في التعليقات، وإن شاء الله بكتب له الاسم والتوقيع. طبعا زي احنا شايفين كده بعض الحليات اللي بعملها. كل دي اشكال حليات بنملى بها المساحات زي ما احنا شايفين، تعطي شكل جمالي اكثر. بالشكل ده يكون كتبنا الاسم. هنشوف مع بعض التوقيع ونركز شوية في التوقيع. نبدأ نشوف حرف الألف، وزي ما قلنا بنستغل بعض الحروف في عمل شكل جمالي للتوقيع. من ضمن حرف الألف اهو، وهننزل بالراء بالشكل احنا شايفينه، وبعد كده هصعد مرة ثانية عشان اكتب الياء، وبعد كده الجيم. ايضا الجيم من الحروف اللي هي تعطي شكل جمالي حلو في توقعات، يعني هنطلع بالجيم بالشكل ده وهنزل وهلفها. هنشوفها مع بعض اهي بالطريقة دي كده كده اريج. طبعا بعد كده بنكتب بقى التاريخ، نضيف في مكان يكون مناسب بحيث يعطي شكل جمالي كمان كويس. يبقى كده ده أريج الاسم والتوقيع، تمنا طبعا نعجبك أريج. بعد كده هنشوف اسم آخر. اسم إسراء، معانا اسم إسراء. هنشوف طبعا حرف الألف أو الإي كده، ده بالشكل ده، وبعد كده السين، ونكتب حرف الراء، وبعد كده الألف المد والهمزة. هنحاول بقى نملى بعض المساحات باستخدام الزخرفة والحركات عشان تعطينا الشكل الجمالي المطلوب. زي ما قلنا اللي حابب يكتب اسمه يكتب لي الاسم وفي التعليقات، وإن شاء الله أكتب له الاسم والتوقيع. أيضا أتمنى من الجميع أنه يعمل لايك للفيديو، كده الحركات مع بعض الأزخرف.
هنشوف بقى هنا التوقيع، توقيع إسراء. نكتب الألف بالشكل ده، وكاسين، بنبدأ من الأسفل وكاسين والراء، شايفين الراء، بنكتبها بالشكل بالطريقة دي، وكده ألف المادة أيضا، وننزل بالألف، عملنا خط كده وهننزل بالآ الألف وبعد كده الهمزة. وطبعا نكتب التاريخ، بيقولنا التاريخ برضو بيعطي شكل جميل للتوقيع. التاريخ بقى بنشوف أي مكان مناسب له بحيث إنه يعطينا الشكل الجميل الكويس. ده كده توقيع إسراء. تمنى طبعا يعجبك يا إسراء الاسم والتوقيع. هنشوف مع بعض اسم آخر، هو اسم نور. زي احنا شايفين كده يعطينا ده يعتبر بخط ديواني، وهنضيف له طبعا بعض الزخارف والحركات زي ما بنعمل في الأسماء بتعطينا الشكل المطلوب. كده يعتبر انتهينا من كتابة الاسم. هنشوف مع بعض التوقيع. عندي هنا هنستخدم حرف النون والواو، هنكبر الواو بحيث انها تعطينا شكل زي كده، نحط النون وهكذا الراء اهي نسحبها بالطريقة دي، ونكتب بقى التاريخ. التاريخ برضو هيظبط لنا الشكل شوية. ده كده توقيع نور، طبعا توقيع سهل وجميل في نفس الوقت. يا رب يعجبك يا نور. هنشوف بعد كده اسم آخر، معانا اسم ندى. نكتب طبعا ندى بخط جميل ان شاء الله، ومع بعض الحركات والزخرفة. كده يعتبر انتهينا من كتابة اسم ندى. بعد كده هنكتب التوقيع، هنكتب حرف النون وبعد كده الدال، وهنحاول نستغل الألف اللينة بشكل جميل عشان يعطي شكل التوقيع بالطريقة اللي احنا نعملها دي.
بعد كده نكتب التاريخ. طبعا ندى ده ألف لينة، نكتب هنا حرف ألف اللي هو المد يعني بالشكل ده كده، وبعد كده هنكتب التاريخ في التوقيع بحيث يعطينا الشكل الجمالي المطلوب لشكل التوقيع. وبالشكل ده يعتبر كده انتهينا من كتابة الاسم والتوقيع. أتمنى طبعا يعجبكم التوقيع. إذا استفدتم من الفيديو لا تنسى تعملوا لايك وتعليق واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.